تزوج ريال عنده ميول نرجسية. زين كلنا نرجسيين، بس يعني خاصة تملك وايد، غيرة وايدة، يعني نصيبك. أنا أقول دام إنه ما يضرب، دام إنه ما يهين، دام إنه ما يكسر، دام إنه يجبر وكريم ويعطي. شوفي أسوأ خصلة في الرجل إنه يكون كاذب ويكون محشومين ويكون بخيل، هذيل الاثنين. أما والله كاذب وبخيل ويضرب وهذا، وتقولي لي ميول نرجسية، ها مو ميول نرجسية، هاي نرجسية بحد ذاتها اللي هي أقصى درجات النرجسية. إحنا كلنا نرجسيين، هذا إحنا متفقين عليه، كلنا عندنا حب تملك وحب سيطرة، ولكن جهاد النفس مع البيئة، مع كيف تربينا، كيف شفنا، شو العلاقات اللي شفناها في حياتنا، عرفنا كيف أن نحن نخفف من النرجسية هذه. الناس اللي عندها نرجسية عالية عادة ما كان عندهم حدود في الحب أو في الكراهية أو في التحكم أو في السيطرة، يا إما عطالهم حدود كبيرة يعني فتح لهم المجال ولدرجة أنه متحكم، أو بالعكس لأنه كان وايد مضغوط عليه أو وايد مكتوم عليه، فبتلاقينا يبقى يطلع الحرة اللي فيه في الشخص اللي هو يقدر يتحكم فيه، على أساس أن الرجال قوامون. نعم، لكن في ناس تأخذها الرجال مسيطرون، وهني الدنيا شوي تتلعوز.